منذ 3 أعوام، ومشروع عقد القران الزواج قائما بالمسجد الأقصى المبارك، ويسجل قفزات نوعية من حيث المشاركين فيه والأجواء في جنبات المسجد، حيث يشهد المشروع إقبالا هائلا. وعن ذلك يحدثنا أبو خالد العباسي منسق عقود القران في المسجد الأقصى. المبادرة اللي هي عقد قران في المسجد الأقصى للأمانة كانت خطوة جريئة وخطبة ممتازة لتشجيع المقبلين على الزواج أن يبدوا عقدهم المبارك من مكان مبارك من ساحة الأقصى. ويعود نجاح المشروع بهذا الشكل نتيجة اهتمام جيل الشباب بقضية المسجد الأقصى المبارك، حيث أن المشروع يرتبط بين هذا الجيل والمسجد الأقصى ارتباطا روحانيا. فالشاب فوزي جمال الديجاني كان على موعد لن ينساه أبدا خلال عقده لقرانه في الأقصى. مميز لأنه يعني هو لوحده يعني بيعقد قران مرة في الحياة، وفي ربوع الأقصى مش أنا صراحة كل الشباب إنه يسوي هيك خطبة، لأنه إحنا شباب مسلم مقدسي لازم يعني لازم تكون الأقصى، لازم نعمل على إحياء التواجد فيه بشكل دائم، وهذا أقل إيش ممكن نقدمه للأقصى. المسجد الأقصى المبارك هو عقيدة في ديننا، لهذا وجب علينا أن ننصره في كل مناسباتنا. وعن ذلك يحدثنا الشيخ محمد حسين مفتي الديار المقدسة. فلا زال الذرية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابي الجليل ذو الأصابع رضي الله عنه: يا رسول الله، أين تأمرنا إن ابتلينا بعدك بالبقاء؟ قال: عليك ببيت المقدس، لعل الله يرزقك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. فهذه الذرية التي بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها تغدو إلى المسجد وتروح، يعني هي ليست النهاية، لأن المشروع سيبقى رائدا ومن المشاريع الهامة نحو تعزيز العلاقة مع المسجد الأقصى والقدس الشريف، فيما تبقى أمنيات كافة الشباب الفلسطيني القيام بذلك. لمشروع صحافة المواطن الشاب صبرين عبيدات، القدس المحتلة.